كما أعرب رئيس السيسي عن استعداد الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الرياضي، وأضاف السيد الرئيس أن مصر لا تترك أبنائها لا سيما الأبطال الرياضيون، مؤكدا اهتمام الدولة بالإنفاق على مختلف القطاعات. أنا بتكلم على وزارة الشباب، بتكلم عليك أنت شخصيا، وبالمناسبة أشرف حضر. وأنا بقولها، ولو أنت محتاج دعم في هذا المجال إحنا ما عندناش مشكلة. ليه بقول كده؟ أصل ما يصحش إن يتقال إن حد من عندنا مشي عشان إحنا مش قادرين كويس، أو ما راعيناهوش، أو وقع مننا غصب عننا. طب هقول كلمة صعبة شوية. طب هو عشمان شوية، مش هقول طماع، هقول عشمان شوية، أعمل إيه؟ هسيبه يعني؟ لا معاك. طيب انت شايف الناس بتعمل ايه في كل حته، ف يعني لو الارقام عندك، انا بس عشان اقولها لمين؟ مش ليا اشرف، انا بقولها للناس اللي معانا هنا والناس اللي بتسمعنا في مصر، عشان تعرف ان الدوله مش يعني العمليه مش ماشيه كده. ده في نظام وفي ارقام وفي ميزانيات محطوطه تعالج ده وتنفق عليه. وبالمناسبه ما حدش بينفق زي ما دايما بقول الكلمه ديت، منين يا دكتور؟ من جيبنا، احنا بننفق من جيب مصر.